يشعر بعض الشباب الكويتي بالحرج إذا اتجه للعمل الحرفي، إذ يفضلون عادة العمل المكتبي، لكن عبد الوهاب العوضي وشريكه عبد الله الشمري اقتحما مجالا اقتصر على العمالة الوافدة، وهو نقل السيارات أو كما تعرف بالونش. أول شيء عندك لازم من الوقت يعني نستفيد منه بشيء مفيد يعني، ثاني شيء كسب المال يعني، وغير أن كسب المال هذا مشروع، فأنا حبيت أبلش مشروع علشان أأسس مستقبلي من الصفر يعني. تقريباً السيارة أنا ما أخذها من الوكالة، شلون الطريقة تأخذ السيارة نفسها من الوكالة والسطحة أنت تفصلها طبعاً على حسب الأسعار وعلى حسب الماركات، هذا أنا كلفتني 13.5، فطبعاً السيارة سعرها بروح والسطحة سعرها بروح، وشي شغل معيب. وثاني شيء بالعكس يعني لما أنا أتمشى كوني مواطن كويتي أتمشى بالشارع مثلاً ولا أشيل سيارة، بالعكس الزبون هو راح يستانس إنه في أيادي كويتية بهالموضوع، وراح تكون يعني راح يكون الزبون مطمن إنه أنا أشيل سيارته أو شيء. والله ماكو شغل من غير تعب طبعاً. أول شيء إحنا متعودين على درجة حرارة الكويت، فيعني مثلاً نروح البحر، نطلع، نتمشى، كله بالحر يعني، إحنا طول عمرنا عايشين بحرارة يعني، ما راح تفرق إن اشتغلنا شوية وحركنا الجسم، منها رياضة ومنها شغل يعني. قلنا إن نشترك شراكة وندور لنا مشروع ونشتغل فيه. طبعاً هو كان عنده دوامة وأنا هم بعد كان دراسي، أنا أدرس برا، ففكرنا وسوينا الشراكة هذه واشتغلنا فيها. وطبعاً أنا كل عطل أي ديرة واشتغل وياه، أصير أنا ناوب عنه. أول شيء ما كنا عارفين لها، وبعدين كان الوضع شوي غريب إنه شلون مثلاً واحد كويتي إنه يشتغل شغلة مثل ما تقول إنها بس خاصة للوافدين، فكان هذه الشغلة كان أولاً تعب، شلون نركب السيارات، يمكن كان عندنا شوية رهبة وخوف إن السيارة تطيح أو نسوي أي غلط، بس كنا نجرب على سياراتنا الخاصة لما تعلمنا وعرفنا ندبر أمورنا فيها. كلام الناس مثلاً يقول لك ربعي شي يقولون عني أو أهلي شي يقولون عني، بس إنه يعني الواحد لازم يشتغل إذا يبي يربح ويشتغل ويدور مشاريع زينة، فلازم يجرب كل شيء ومنها هم بعد الشغلات اللي تكون غريبة على الكويتيين.